انورت سودة عسير بطلعتك وازهرت من وطيتك خدانها. انورت سودة عسير بطلعتك وازهرت من وطيتك خدانها، اجتمع ورد الجنوب وبسمتك والهوى هيمان في وديانها. كم تغنى الشعراء بحسن هذا المكان الأخاذ، وكم تنهد المطربون في تشبيه جمال محبهم بجماله، ولكن كل تلك الأغاني والأهازيج لا تعني شيئا لمن لم يخط الدرب بنفسه، فليس من سمع كمن رأى. انورت سودة عسير بطلعتك وازهرت من وطيتك خدانها. نحييكم ونحييكم، جزاكم الله خير. الله يطول عمركم، بارك الله فيكم، متشرفين الشرقيين. احنا جينا لجل العلوم هذه اللي نحن نسمع عنها، انه والله المنطقه السراته والتهامه والثقافه والتراث، لا زال بالنسبه لنا نحن نشوف ان ترى موجود الثقافه وموجود التراث، لكن مع هذا التغيرات ما هي الا امور حياتيه، يعني هي سهلت عمليه الحياه. طيب كيف البالانس، كيف التوازن، هل هذا منزلكم ام هو منزل ريفي؟ لان انتم في منطقه، احنا عشان بس الكل يكون عارف، يعني نحن طلعنا من اسفل الجبل وممكن اكثر من 1000، احنا بعد علو كم تقريبا؟ 3000 عشان شيء مرضنا تعبنا على مستوى السطح، على مستوى سطح البحر. نعم، وهي على فكره تعتبر اعلى منطقه في المملكه. الله اكبر، طالعين نحن بهالعلو الكبير وطلعنا من منطقه كانت مشمسه، درجه الحراره كانت 23 24 25، فجاه نحن هنا على 11 ولا 10 ساعات تكون، وفي المساء يمكن اقل. انا شفت عندكم في المجلس حاطين مورين نار الظاهر عشان تتدفون. فالان بالنسبه لي انا، ان كنت يعني قد اتيت من منطقه نقول مدينه، هذه المظاهر لم تعد موجوده بشكل واضح، لكن هي موجوده فينا داخلنا، نضطر ان نذهب لها الى المزرعه او شيء. طيب هل هذا منزلكم ام هاي مزرعتكم ام ايش؟ انتم ساكنين هنا؟ احنا ساكنين هنا. هذا بيتكم؟ هذا بيتي. طيب شوف، يعني معناته بعدكم عايشين. انا احس انه لا زال التراث موجود والثقافه موجوده. هو التراث موجود والثقافه موجوده، وهي ما زالت عند ناس، يعني انا اقول لك في ناس يهونها الى الان وفي أيوة. ناس لا خلاص. الله. يعني احنا عندنا على مستوى المنطقه هذه، القريه هذه لان تنسميها قريه، يمكن موجود 4 بيوت حاليا اللي موجودين ساكنين، والباقي خلاص نزلوا. لا نزلوا، علما ان الوقت زمان على ابائنا وابائهم. نعم. كانوا ينزلون يداومون في ابها ويشتغلون في ابها، ويروحون الخطوط ما هي معبده زي الان، كانت رمليه، كانت متعبه وذي، وكانوا يروحون ويجون وعادي ما عندهم اي مشاكل. شوف سبحان الله، حتى السيارات القديمه، السيارة تمشي يلا الواحد ياخذ لها بدل ما من هنا لابها 25 كيلو ممكن ياخذها في ساعة ساعة. صادق الحين سيارات حديثة 20 دقيقة وانت يابها. لذلك انسحبوا ليش؟ راحوا هي لابها. ليش؟ لأن المدينة العمل. ممكن العمل، ممكن الخدمات زيادة، الأسواق، ويعني هي عذرة الناس، يقول أنا عندي جامعة، عندي خدمات، الخدمات ما هي متوفرة. الحمد لله كل شيء موجود. قرية رجال ألمع كانت سوق. أيوة. تعتبر نعم مقر اقتصادي، يجون مقر اقتصادي، يجون الناس من كل مكان. ايوه، وكل منطقه فيها مقر سوق. احنا عندنا سوق الثلاثه في ابها. اي وش الحكايه، ليش كل ما رحنا مكان لقينا احد ثلاثه كذا اسماء؟ هي أسماء ايام يتجمعون فيها الناس. يعني انت الحين انزل سوق الثلاثه اليوم الخميس. اسمه كذا، اسمه سوق هو الثلاثة، على طول اسمه سوق لأن يوم الثلاثاء. أيوة. هو التجمع فيه. أيوة، أنا أقول لك أنت تنزل الحين سوق الثلاثاء تحصل فيه بائعين وتحصل فيه مشترين، بس في أشياء ما هي موجودة. أيوة. يوم الثلاثاء ينزل كل شيء السوق. تمام. فينزلون الناس كل أبوهم، يعني هذا عنده البضاعة الفلانية، هذا عنده البضاعة الفلانية، هذا يتجمعون كلهم يوم الثلاثاء. طيب مدينة أخرى بتكون يوم الأحد كذا يعني؟ ما هو بشرط أنها تكون مدينة أخرى. قرية أخرى، قرية أخرى الاثنين، في عندهم الأربعاء. نعم. وفي الاثنين وفيه الأحد. في يوم سموه خميس مشيط، خميس مشيط. سموه خميس مشيط لأن السوق الأساسي كان يوم الخميس. عند بني مشيط. عند بني مشيط. جميل، تبارك الرحمن. هذه. طيب هل في اختلاف الآن؟ عشان نوضح، نحن نقدر نقول الآن لفظياً نقول إن نحن عند جماعة من هل السرات. احنا سمينا اهل السرات. اهل السرات. نعم. نحن عند جماعه اهل السرات. وكنا عند اهل تهامه. اهل تهامه. طيب انتم كلكم عسيريين؟ كلنا نلتم لكلمه عسير. كلمه. طيب
منطقة عسير. الآن إذا بغيت أنا أفرق يعني اللي قاعد يتابع الآن كيف يقدر يعرف على طول أن أنا مع أهل السرات؟ هل في لغة لهجة فيه. فكر معين أكل معين فيه. مختلف؟ فيه تختلف أساساً دالحين أي منطقة في المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم. إيه تبارك الرحمن لا ما شاء الله التنوع هنا. دالحين في الإمارات. نعم. تحصل حقين دبي غير حقين أبو ظبي غير حقين الشارقة. صحيح. حتى في ال. في اللهجة. في اللهجة صحيح صحيح هذه نفس عندنا صح. حتى في داخل الإمارة بيكون أيوة في هذه هي صح. احنا عندنا يعني ممكن العادات قريبة من بعض اللهجات تختلف ايوه عرفت يعني احنا عندنا تجي حتى عندنا هنا كانوا الواحد يتكلم زمان اشبش كيف حالك ايش اخبارك بالشين الشين الشين ايوه الحين لا كيفك ايش اخبارك بدت حتى اللغة ايش تتغير شوي تتغير تتطور طيب يعني هذا أيام قبل يوم يعني النساء هل تقدري تعرفي إن إذا كان هذه المرأة من النساء رجال المع؟ لا طبعاً ما أتوقع أن في فرق لأن أساساً نفسنا ما قلتوا اللهجات متقاربة جداً يعني إحنا ما إحنا بعيد من بعض يعني لما تجي حتى لما تجي تسأل عن قرانا هنا ملمومة كلها تحت مسمى واحد إحنا اسمنا هنا باحة ربيعة وبني ثوعة صح شفنا باحة ربيعة باحة ربيعة ورفيد وبني ثوعة وبني ثوعة هنا طبعا صار الاختلاف الآن أن أنتم ما تلبسوا وزرة ما تلبسوا الإزار ما هي لبستنا ما هي لبستكم لا هي لبسة تامة برد هنا ما تنفع الوزرة أنا قلت لك كل منطقة لها هويتها يعني لو تلاحظ منطقة تامة كلها على مستوى المنطقة نعم. يلبسون الوزرة يلبسون الحوكة يلبسون الشميز ويلبسون الجنبية ويلبسون وفي ناس ما زاروا إلى الآن متقيدين فيها وما يفكونها لبسهم ده. رجال المع خلاص بدت الهوية ترجع إلى الثوب والغطرة الهوية السعودية اللي الآن سائدة المنطقة كاملة السرات لا زالت توفي بوعودها لنا هذه المنطقة مليئة بالأسرار والحكايات والشواهد على ماض عريق وأصيل شواهد شامخة بشموخ جبل السودة واللي يحتضن أيضا قصور آل أبو سراح نعم قصور بنيت منذ أكثر من 200 عام فيا ترى ما هي قصة هذه القصور ومن بناها تعالوا نسمع أهلا وسهلا إحنا الآن طبعا داخلين من الباب الجامع واللي يعتبر بوابة لهذه القصور جميل كان يغلق ولا يفتح إلا فيه الباب الصغير الفرخ هذا ما يفتح كاملا إلا دخلت خيول أو جمال أو ضيوف يعني هذا المكان ليس فقط فيه بشر لا فيه مخلوقات نعم. أخرى أيضا يجيبوها بالضبط بالضبط الأسباب ورايح نشوف من ندخل علاقتهم بحيواناتهم لأن أنا أعتبرها علاقة فريدة من نوعها سبحان الله أعتبرها علاقة مميزة وعلاقة فريدة من نوعها جميل طبعا بنية القصور على ثلاث مراحل هي عبارة عن ثلاثة قصور قصر وازع قصر عزيز القصر الثالث اللي هو قصر المصلى هذه كانت سكنية وهذا كان القصر الثالث كان عبارة عن ضيافة للضيوف الضيوف أول مش زي الآن نص ساعة ساعة ويمشي كان يجلسوا بالأسبوع ثلاثة أيام أربع أيام فحط القصر هذاك لهم عشان يأخذوا راحتهم ولا يتحرجوا في مسألة أنهم في البيت أو حاجة زي كذا يقعدون أكثر من هذا بالضبط نعم يجلسون فترة طويلة عشان يأخذ راحته أنا عندي هنا سؤال يتفضل هل الفترة نتكلم عنها الآن؟ لأن الآن الكل معنا في موضوع رجال المع ونحن في سودة هل الحقبة اللي كانت فيها هذه القصور هي نفس الحقبة التي وجدت فيها ال خلينا نقول المناطق الأخرى وكان فيها بشر عايشين نعم طبعا القصور ليست في منأى عن غيرها هو مجتمع واحد مترابط جدا في عاداته في تقاليده في ثقافتهم في يعني في جميع أمور حياتهم اللي رايح تشوفه أنا رايح تشوفه في رجال المع رايح تشوفه في طبب رايح تشوفه في شرق عسير في شهران وقحطان لأن هذه عادات متعارف عليها هي زي البروتوكول جميل وكانت تنظم مثل هذه العادات حتى بقواعد اللي هي وثائق عادات في استقبال الضيف عادات في قطع الأشجار أكبر. عادات في السقاية هذه كلها أنظمة ثقافية أنظمة مجتمع حيوي ودائما أنا أحب أنوه للموضوع هذا مثل هذه القصور أنا دائما أذكرها هي للشيخ لاحق بن أحمد لكن استشعارنا الداخلي كأسرة أنها ملك المنطقة عسير الله. فهي تمثل إرث ثقافي للمنطقة إرث ثقافي لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية بارك الله. نشعر بأن الكل له نصيب فيها
الله. وهذه أيضا من الأشياء اللي ساعدتني أنا كعبد العزيز كوني مطور لهذه القصور، اللي هو التفاعل العجيب من الناس. كان تفاعلهم أثناء الترميم وفرحتهم بعد ما خلصنا عجيبة، فشعرت بانتمائهم. أنا اللي عارفه يا أبو طلال أن أنت بنفسك قمت بهذا كله. هذا من فضل الله. بنفسك؟ نعم. ما حد طلب منك؟ لا أبدا، هو اللي دفعنا لترميمها الشغف، القارئ للتاريخ والمعتز إرثها الثقافي. الله عليك. يكون حريص على بقاء مثل هذه، ليست لأسرتي فقط، بقاء أهل المنطقة والوطن. نحن بنتعلم منكم كيف ناكل هاي الليلة. هذا خبير ما شاء الله محمد. لا والله. كيف ناكل؟ أول مرة أجرب. أول مرة بتجربها. أوه هذا زين حقنا. ذكرنا الحين إن أجرب. لا. المشكلة إن هذا الحين تعتبر باردة، لكن. ما مشكلة. إحنا كعادة. نعم. بسم الله. احنا جايبين شوكات، وهذه من ايش؟ من التطور. ايه. والناس صاروا يستخدمونها خوفا من يعني الامراض، من والله ما في افضل من هذه. سمعت ايه؟ هذه هي. هذول الناس كانوا الحين صاروا ايش؟ بالشوكه ويقمصوا. ايوه. ولا الحين بالعاده كذا بدون العشاء. ما نقدر نسأل عن رأيك لأن هاي أم عبد الله مسويت لنا. فأكيد بتجامل بتقول والله حلو. نحن الحين بنعطي رأي أم عبد الله، رأينا الحقيقي. والله بارد. المشكلة أنها برد. لا والله زين. البارد ما عاد يجي له طعم خلاص. من السمن. حطوها مع العسل صح؟ أيوه. مع العسل إيه لازم تناخذ مع العسل. العسل بعدين. أيوه. لذيذة. أنا أشهد أنها لذيذة. كذا بعدين كذا. بسم الله يدخل طال عمرك. نجرب. زين ام عبد الله تسلم ايدك اولا، جزاكم الله خير. انتم تسموها التصابيع. طيب هي كيف تتحضر التصابيع هذه؟ كلها تستخدم من البر في الاساس. طبعا احنا نحط حليب على النار ونخليه شوي يبدا يفور الحليب، نحط عليه شويه بر اللي هو الطحين البر، نخليها كمان شوي تقلب مع بعضها، وبعدين نبدأ نحط اللي احنا عجنين أصلا من قبل، عجينة زي عجينة الخبز برضو بالبر نفسه، نخليه شوي على ما احنا نجهز اللي هو الطحين والحليب، بعدين نبدأ نسويها بالأصبع. هذا اللي خلاها اسمها تصابيع، ان احنا نبدأ ايش نقطعها بالأصبع ونحطها في الحليب. كان قريبا من عائلته بالرغم من انشغالاته، إلا أنه حرص على تنظيم وقته بالاجتماع مع أفراد عائلته بشكل منتظم. الشيخ لاحق بن أحمد أبو سراح رحمه الله كان أميرا على سواحل تهام الغربية، وكان تاجرا، وكان محبا للخير خاصة لأبناء جماعته. يعني هو مشى في هذا المكان. إيه طبعا. إيش ممكن كان يسوي في هذه الساحة؟ هذه الساحة سابقا على كلام الأعمام والأجداد اللي لحقنا فيهم كانت نعم. عبارة عن بساتين لوز. بساتين لوز. بساتين لوز. اللوز اللي هو الشجر اللوز. اللوز. شجر اللوز. آه سبحان الله. كانت بساتين لوز. كانت مكان تريحته شروق الشمس. الله. لما تلاحظ إن إحنا في جهة الشرق جاية من هناك، فيقال إنه كان دائما يحب الجلوس هنا في الصباح. الله. إيه نعم. الله. فلما تمشي بين هذه الأماكن وتستشعر طبعًا. إن شخصية مثل هذه مشت هنا، الآباء الأجداد أي شخص كان، ودائما ما أنوه لها مثل نعم. هذه البيوت مثل هذه المنازل. حياتها بروح ساكنيها. الله. حياتها بروح ساكنيها. أنا شهد. فلما تستشعر هذا الشيء يكون عندك حافز قوي بإخراجها أفضل إخراج. أكيد. حتى في الترميم لن ترضى لها أي شيء. والله. قد نعتبرها برا بهم. الله. استشعار لمواقف حصلت فيها سواء لأسرتي سواء للمنطقة سواء لقريتي. أشياء مهمة كان يعجبني جدا جدا مسألة الترابط داخل القرية، المجتمع الصغير، المجتمع المدني. أنا أعتز بالشيء هذا ودائما أذكرها دائما. مجتمعنا هنا في منطقة عسير كان مجتمع مدني مثالي. الله. أي نعم. هذا هاي نقطة تجيبني لنقطة جدا مهمة الآن. نحن نتكلم عن وقت يعني كما لو أن يعني رحمة الله على الأجداد يعني كان لهم مكانة قوية. أي نعم. من في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان هم بنوا هذا القصر بهذا الشكل؟ بس واضح انه ايضا هو مثل القلعة الحصينة. اي نعم. من شو كانوا يخافوا؟ شو التحديات اللي كانوا يواجهونها؟ منطقة عسير قبل الحكم، قبل توحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة مقفور الملك عبد العزيز، كانت منطقة صراع دائم
مع الأتراك. خاضت المنطقة عشرات الحروب مع الأتراك، دائما تحصل القلاع الكبيرة هذه محصنة لهذا الشيء أنها تكون دفاعية. يعني هم كانوا ضد وجود الأتراك. ضد وجود الأتراك كانت يا. كانت حرب دائمة، حتى لما سقطت عسير عام 1289 وسقطت في يد أنا أسميه الاحتلال التركي. نعم. لأن ما فعله الأتراك ليس على كلامهم دولة عثمانية أو شيء. نعم. أنت لما تطالع في منطقة عسير كاملة، أي احتلال أو استعمار أو لازم تجي لها تحصل فيه شواهد. أكيد. أنت في منطقة عسير لن تجد إلا السكنات العسكرية التركية. حتى لما سقطت عسير عام 1289 وتحت الاحتلال العثماني وقتل الأمير محمد بن عايل وأسر عدد كبير من الـ من الـ من رجال عسير وزعماء عسير، مكثوا هنا ما يقارب قريب من 40 سنة، لم يهنؤوا ليلة، كانوا في الليل يحكمون وفي الليل يختبئون في سكناتهم. كانت ثورة قائمة على الاحتلال التركي ودفاع عن الأرض. كيف كان هذا المكان أثناء وجود الأتراك في هذا المكان؟ كانت أو كيف قدروا؟ هل في قصص تقول كيف استطاعوا أن يواجهوا؟ أي نعم. طبعاً أسلحة. أي بالضبط. عسير كانت يعني خلينا نقول بأسهم قوي ضد الأتراك. تقريباً أنا اللي في بالي تقريباً يقارب 14 حرب لم ينتصر الأتراك إلا في تقريباً معركتين، ولم ينتصر ذاك يعني لم يدوم انتصارهم طويلاً. هم طبعا كان وجودهم موجود نعلم تماما. نعم. في طبعا الاماكن المقدسه وغيرها. نعم. ولكن في هذه المناطق لان وجود اول شيء تكوين عسير التضاريسي بالضبط، بالاضافه الى طبعا القبائل اللي موجوده. نعم. هنا هل يمكن ما كان عندهم اهتمام كبير ام هم كانوا يريدوا هذه المنطقه؟ لا، يريدوا هذه المنطقه لانها تعتبر منطقه عسير منطقه خير. ولذلك نادرا تجد احد من عسير يهم بالهجره. عرفت كيف؟ غير كذا هي على كانت زمان عدن وصنعاء. صحيح. خط كانت واحد من كانت التجارة. كانت مراكز تجارية. سبحان الله. فضم عسير أو أنك تضم عسير للحكم التركي نقطة مهمة لهم. ولكنهم عجزوا عن ذلك وإن كانوا موجودين. أي بالضبط. فالدولة السعودية الأولى من قبل حكم اليزيدين هم العايض والمجتل والمسلط. نعم. خاضوا حروب قوية معهم. حروب قوية، الأمير طامي بن شعيب. نعم. الأمير محمد بن عامر، هذول كلها صراعات مع الأتراك. نعم. نعم. الدولة. نعم. السعودية الأولى انتهت على يد محمد علي باشا، كانت أمارتها في طبب. أيوة. أمارت. نعم. نعم. عسير. نعم. في طبب. نعم. نعم. فانتهت على يد محمد علي باشا، محمد علي باشا بنفسه جاء ليروض عسير. سبحان. فما هي هذه العسير التي يأتي لها محمد علي باشا؟ أحسنت. هذا إجابة على سؤالك. أكيد. سبسكرايب. السلام عليكم. لا يكاد المرء يلفظ كلمة سر إلا وتخيل قصرا أو قلعة، فلطالما كانت القصور والقلاع خير خزائن حفظ الأسرار، أسرار التاريخ وأسرار الشعوب وأسرار اختلاف الناس كاختلاف تضاريس الأراضي الطاهرة. فمن الناس من كان سهلا، ومنهم من كان جبلا، ومنهم من كان ويبقى نهر خير لا ينقطع. نعرفها من أجدادنا، من أهلنا، من زمان يعني. نعم. فهو يختلف في اختلاف كل منطقة لها الشيء اللي هي تصلحه. طبعا في ناس تنقشها القط العسيري بنقوش أصعب منا، ولكن إحنا كمكان في السرة إحنا هذا شغلنا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا، أدياننا، أوطاننا، والألسنا، لا
لكننا أبناء أب واحد والأم أيضا واحدة. مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة، سنعود للبيت القديم، سنعود للحضن القديم، سنعود للبيت القديم، سنعود للحضن القديم. تحط فيه رحالنا أنت أخي، أو شئت قل أنت أهلي.